وعبرت عليه بوضوح ومهيئة لجميع السيناريوهات. تعليم عن بعد 100% ولا التعليم حضوري 100% أو لا المزج بيناتهم معلوم، ما كنهربوش من مسؤوليتنا. لا غدا جاو 100% الحضوري، عندنا التصور ديال الحضوري داك الساعة وندخلوا في التفصيل. غنقسموا الأقسام، عندنا قسم ديال 30 قسم 40، قسم 40 غادي نقسموه على جوج باش ما نتزوجوش 20. علاش؟ باش لابد خصنا نحترموا التباعد الجسدي ديال متر الامام متر الوراء متر على اليمين وعلى اليسار. ارتداء الكمامه، التصوير في الدخول وفي الخروج، التعقيم، النظافه الجسديه، التهويه. وحسب احنا ما قلناش 20 ولا 15 بحال اللي قال السي عبد المجيد. لماذا؟ لان مساحه الحجر كتختلف بالعمومي وبالخصوصي وبالعمومي حد ذاته. حنا تقريبا عندنا واحد 50 حتى 60 متر مربع، ماشي هو الوضع اللي كاين في الخصوصي. لهذا كنقولوا متر من القدام من اللور على اليمين وعلى اليسار، هذا هو الاساسي والتهويه. دونك غادي نقسموا القسم على جوج ديال المجموعات، وكل مجموعه غتجي نهار ومجموعه غتجي نهار اخر. الاثنين الاربع الجمعه مجموعه، والثلاث الخميس السبت مجموعه اخرى. عوض هادشي كنديرو ديال 100%، عوض نديرو 30 ساعه بالنسبه للتلميذ كياخذ 30 ساعه في الاسبوع، عوض ناخذ 30 ساعه غياخذ 15 ساعه في حضوري، وغيكون عنده واحد الاهميه كبيره. وغنضطروا باش 15 ساعه الاخرى غتكون في المنزل عبر ما نسميه بالتعلم الذاتي مؤطر من طرف الاستاذ. جيتي اليوم عندي الاثنين غنقرا معاك وغنعطيك شنو غتشتغل عليه نهار ثلاث باش فاش تجي الاربع غنواكبك. الغلاف الزمني للاستاذ هو 24 ساعه في الاسبوع، ما غاديش يتزاد ساعه في المكانه. الاستاذ بتنسيق مع مدير المؤسسه اما غيدير حضوري 100% أو لا عن بعد 100% أو غيمزج بيناتهم. وهذا واش غندخلوا في هذا الشيء بين الأستاذ والمدير؟ كيكون هذا الاختيار ديال الأستاذ والتنسيق مع المدير، وضرورة أيضا الخدمة على المستوى ديال المؤسسة. لهذا أيضا مرة أخرى هذا الشيء البيداغوجي ما يمكنناش ندخلوا فيه، لا أنا وزير ديال القطاع أو لا حد آخر. كاين دواوير اختصاص، كاين مفتشين، كاين الأساتذة، كاين مديرين المؤسسات اللي تبارك الله هذا شغالهم.